كان ايش في كابلاتي حطوها اولت امبارح دي حتى الماسوره بتاع الصرف حطها اولت امبارح والمي حطها اولت امبارح برضه انت عارف المسامير هتربط في بعضها تعالوا قعدوا كده 7 سم بس عرض تكهم ولا زيد سبب ها بتفتح منين ده نروح فين كيلو رز 33 جنيه او 6 جنيه ايه ابو 50 3 جنيه ها وان شاء الله ابو 50 ونزرع الجنينه نروح والبتاع اللي قدام دي رحت غيرتها جبت واحده جديده والثانيه مركونه جوه جديده لوك بالرقم بتاعها بجيبها استيراد وخلاص